استعادة أرضنا طابة. النهاردة ذكرى استرداد طابة. طابة زيها زي بقاع كتير في مصر أو مناطق استرجعناها. في جزء استرجعناه بالحرب بعد انتصارنا في 6 أكتوبر 73، وفي جزء استردناه بالمفاوضات وبالدبلوماسية وبالقانون. وبقدر ما إنه المفاوضات دائما تبدو أمرا هادئا ناعما، إلا إنه مفاوضاتنا في استرداد طابة كانت مفاوضات شرسة ما فيهاش هزار. فريق التفاوض المصري بذل خاض مجموعة من المعارك شديدة الصعوبة وشديدة الشراسة. بس زي ما يتقال إيه، ما ضاع حق وراءه مطالب. تعالى هنا واحنا بنتكلم على ذكرى طابة ناخدها من زاويه تانية. زاويتنا ايه؟ احنا بنتكلم على 19، يعني بكره كلها اقل من، يعني لا مش اقل من 24 ساعه، هم ساعه 40 دقيقه ويبقى 19، يبقى كده ذكرى استرداد طابة 19 مارس. تعالى ناخد الزاويه بتاعتنا من فين بقى؟ من الدلالات او الدلائل تحديدا التاريخيه لاحقيتنا في ارضنا في طابة. مش بس كده، المعارك الشرسة اللي خاضها الفريق القانوني والدبلوماسي المصري كان وراها كواليس لهذه المفاوضات شديدة الصعوبة بل وشديدة الشراسة كمان لو صح التعبير. طيب هناخدها مع مين؟ ناخدها مع دكتور جمال شقرة، الأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، هو خير من يحدثنا على هذه الكواليس والدلائل التاريخية لأحقيتنا في أرضنا المصرية طابة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وأنت طيب ومصر كلها طيبة. كل سنة وإحنا طيبين بمناسبة استرداد طابة، وكل سنة وإحنا طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، يحل علينا بكل خير بإذن الله. دكتور جمال، دلائلنا التاريخية في أحقيتنا بطابة وبعض من كواليس هذه المعارك الشرسة. تمام، خلينا نرجع لورا شوية عشان هي مش أول مرة كان في محاولات قبلها لتغيير خريطة مصر واستقطاع سيناء نفسها من الجسد المصري. خلينا نرجع ل 1892 محاولة، ولكن هذه المحاولة فشلت، حاولتها الدولة العثمانية وفشلت. وفي هذه المحاولة والمحاولة التالية لأزمة العصر دكتور جمال طب دكتور جمال الخط بيقطع جامد وانا مش عارف اسمع حضرتك. يعني انا عارف ان الدنيا برد بس شكلنا لازم نسمع من البلكون في الغالب. هو الدنيا برد، تقل الاول يا دكتور. كده احسن؟ كده افضل كتير. طيب فاحنا عندنا يعني مصر تعرضت لازمه سنة 1892 العقبة، ثم أزمة تانية سنة 1906 مشهورة اللي هي أزمة طابة. في الأزمتين محاولة تغيير حدود مصر على يد الدولة العثمانية، لكن الشعب المصري وقف أمام هذه المحاولات وبمساعدة دولة الاحتلال وقتئذ، وتأكدت حدودنا من رفح إلى طابة عند العلامة 91. سمعني كده؟ معاك يا فندم. تمام، لكن في 5 يونيو 1967 المؤامرة الكبرى اللي تعرضنا ليها اللي احنا بنسميينها نكسة، لأن احنا ما انهزمناش بمعنى الكلمة، احنا صمدنا. وطبعا ضاعت سينا، ومن 67 ل 70 احنا قمنا بحرب استنزاف واستعدينا للعبور. صحيح. العبور هنا تضحيات هائلة من أولادنا حتى نسترد الأرض اللي احتلتها إسرائيل، وانتصرنا في العبور. لكن بعد كل حرب لازم يبقى فيه مفاوضات، وكانت مفاوضات كامب ديفيد 1979 حتى تنسحب إسرائيل من سيناء، وفعلا انسحبت في 25 ابريل 1982، لكنها ارادت ان تحتفظ بطابة.
وطابة اللي هو كيلو وعشرين متر، يعني ده جزء عزيز. وعقيدة الجيش المصري وعقيدة الشعب المصري عدم التفريط في ذرة رمل واحدة. طبعا الأرض عندنا كالعرض، ولذلك دخلنا في معركة من نوع جديد، معركة تفاوضية مع إسرائيل لاسترداد طابة. وزي ما حضرتك بتقول المسألة ما كانتش سهلة، يعني في حرب بالدبابات وبالطائرات وبالأسلحة، وفي حرب دبلوماسية كانت صعبة للغاية. في 27 سبتمبر 1988 هتحكم بقى المحكمة، لكن خليني أقول لك إن إحنا إزاي استعدينا لاسترداد طابة بالعلم. أيوه. اللجنة شكلت من الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية وقتئذ، والسفير نبيل العربي، الدكتور أستاذ القانون الدستوري الشهير وحيد رأفت، والأستاذ الشهير أيضا الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، والدكتور صلاح عامر، وفي اللجنة اثنين من أساتذة جامعة عين شمس، أستاذ الجغرافيا الشهير الأستاذ الدكتور يوسف أبو الحجاج، والأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. هذه اللجنة لم تضيع لحظة واحدة في جمع كل الوثائق والخرائط وكل الاتفاقيات وكل الأوراق الخاصة بأزمة العقبة 1892، وكل الوثائق الخاصة بأزمة طابة 1906. وحضرتك لا يمكن تتخيل انه جيش من الباحثين كان بيساعد اساتذتنا، ولم يتوقف الامر عند ذلك. يعني من مصادرنا الحقيقه كمان المصادر الشفهيه، فقدرنا نحصل على تسجيلات شفهيه من شيوخ سينا على العلامه 91 وعلى التبه اللي كان عليها العلامه، الصخره اللي كان عليها العلامه، وشاهد عيان من ابناء سينا. دل اللجنه على الصخره اللي رفعتها اسرائيل بطائره هليكوبتر ونقلتها بعيد عن العلامه 91، وتجمعت هذه الخرائط وهذه الشهادات. طبعا عايز اقول لحضرتك الجهد ازاي، وثائق من الدوله العثمانيه، وثائق تركيا يعني، ووثائق الارشيف البريطاني، ووثائق من ارشيف الارشيف المصري، وخرائط من كل مكان ممكن اللجنه عرفت تحصل على هذه الخرائط جمعتها، وكنا مسلحين لمواجهه الفريق الاسرائيلي. عايز اضحك حضرتك بقى عشان تعرف اسلوب اليهود في التفاوض. أصر لي الأستاذ الدكتور يونار لبيب رزق أنه أحد المفاوضين اليهود قال له أنه أنت إحنا عارفين النطابة بتاعتكم، يعني هو وأثناء التفاوض قال له إحنا عارفين النطابة بتاعتكم بس إحنا عايزين ناخدها، يعني بالهزار كده. فقال له بيننا وبينكم الوثائق والأوراق، وكانت طبعا أوراقنا ووثائقنا حاسمة في ملكيتنا لطابة، ولذلك المحكمة حكمت بإعادة طابة لينا، واستردينا آخر جزء من سينا ورجعت سينا لينا تاني. وألف مليون حمد لله على السلامة. تفضل مصر دايما طول الوقت قطعة واحدة غير قابلة للتجزئة. أشكرك جدا 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 دكتور جمال، كل الشكر للأستاذ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس.